السلام عليكم. النهاردة هنروح نشوف خلية كنت حاططها في بيت قديم من 5 شهور، هنشوفها هل هي عملت عسل ولا لسه. طبعا العسل ده أصلي، مش بتغذي حتى ولا نسبة 1% من السكر. طبعا من ضمن الخلايا اللي أنا بعزها قوي الخلية دي، لأنها بتجيب خير، دايما بتجيب خير، وإن شاء الله يعني أعشم في ربنا إن أنا ألاقي فيها خير. تعالوا نشوف الخلية مع بعض. طبعا احنا رايحين لخلية حاططها في بيت قديم، طبعا البيوت القديمة هنا معدي 100 سنة. فإن شاء الله هنفرز عسل منها بإذن الله نلاقي خير. طبعا الخلايا دي مش بتتغذى نهائيا، مش بتتغذى ولا نسبة حتى 1% من السكر. Thank you.